وللمزيد حول المؤتمر العلمي الثالث لهيئة علماء المسلمين معنا من عمان مراسل قناة الرافدين إحسان يوسف. أهلا بك زميلي إحسان، هل تسمعني؟ أهلا أهلا بك، تفضل. بداية إحسان، هل حدثنا عن المؤتمر في يومه الأول وما أهم البنود التي تناولها؟ نعم، انعقدت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان جلسات المؤتمر العلمي الثالث الذي يقيمه القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين في العراق، وذلك بمشاركة العديد من الأساتذة والعلماء والباحثين من عدد من الدول العربية والإسلامية. هذا المؤتمر يهدف بالتحديد للتوثيق التاريخي لمرحلة مهمة من تاريخ العراق، أيضا الكشف عن تفاصيل الحركتين العلمية والفكرية لعلماء العراق ومفكريه وباحثيه في العصر الحديث، وذلك في مجالات عديدة يتقدمها العلوم الشرعية واللغوية والإنسانية والثقافية العامة. نعم، ما طبيعة البحوث إحسان التي تناولها المشاركون عن الحركة العلمية وحتى الفكرية في العراق؟ نعم، طبيعة البحوث هي الإطار المفاهيمي والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي وعلوم السنة والفقه وأصوله في العصر الحديث في العراق، العقائد والأديان، دراسات الفرق والقانون والفكر السياسي والإسلامي، أيضا هناك علوم اللغة العربية والتاريخ، دراسات الحضارة والنظم والتراث الإسلامي وأعلام الحركتين العلمية والفكرية في العراق، ودور العلم والمعاهد والمدارس والمؤسسات العلمية في كل ذلك. طيب، حول الاحتلال الأمريكي، كيف رأى الحاضرون تأثير الاحتلال الأمريكي على الحراك العلمي والفكري في العراق؟ نعم، أيضا المتحدثون في جلسات الافتتاح أيضا تحدثوا وتألموا أيضا بواقع العراق، وأكدوا من خلال أحاديثهم بأن العراق الذي كان يمثل الحضارة والفكر والعلوم وكان الأول دائما وسبق في هذا المجال، الآن وبعد احتلال العراق من عام 2003 ولحد الآن هو يلاقي الصعوبات في المجال العلمي، في المجال التقني، في كل الأمور، في البنية التحتية، في مواضيع كثيرة، يعني في العراق من فساد، من تخلف، يعني أمور كثيرة. المجتمعون اليوم يحاولون والباحثين والمشاركين يحاولون أيضا التوصل إلى صيغ مهمة تحاول أن تنقذ العراق، تنقذ الواقع العربي والإسلامي المتشظي. نعم إحسان يوسف مراسلنا من عمان، شكرا لانضمامك إلينا.